السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب وطالبات الصف السادس، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الحصة الثالثة لهذا الأسبوع. درسنا اليوم طلاب صف السادس تكملة للدرس السابق، قصة رحمة للعالمين. الآن طلاب الصف السادس، هيا بنا نتعرف على أول خطوة من خطوات درسنا اليوم وهي التهيئة، فهيا بنا نتناقش في بعض الأسئلة المتعلقة بالحصة الماضية. السؤال الأول، ما رأيك في موقف خالد مع القطة ولماذا؟ السؤال الثاني، ما الدليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان؟ والآن مع أهداف درسنا اليوم، الهدف الأول هو أن يحلل المتعلم شخصيات القصة من حيث أقوالها وأفعالها. الهدف الثاني أن يقترح المتعلم حلاً لمثل هذه المشكلات. والآن طلاب الأعزاء، هيا بنا نقرأ فقرات درسنا اليوم. قلت لراشد، سأنشئ الآن حساباً في مواقع التواصل الاجتماعي، وأود أن تزودني بالأحاديث الصحيحة عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالحيوان، ومواقف من سيرته، وأشارك بقصتي مع القطة وأصورها وهي تستقبلني وترافقني، وسيضيف المشاركون قصصهم المعبرة عن رحمتهم بالحيوانات ورفقهم بها. سلكت وراشد ممرا مؤديا نحو منطقة هادئة من الحديقة. جلسنا على أحد الكراسي وبدأ راشد يملى علي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وضممنا لصورة القطة جميع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. بدأنا بقوله صلى الله عليه وسلم، دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وضممنا أيضا نصورة الطيور الحديث الذي يرويه الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه، وقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا، ردوا ولدها إليها. الآن عزيز الطالب، هيا بنا نتناقش في هذه الفقرة. ماذا قال راشد لخالد؟ ماذا قال خالد لراشد؟ وما رأيك في فكرته؟ السؤال الثاني، حدد الفكرة العامة لهذه الفقرة. السؤال الثالث، استخرج أسلوبا خبريا. السؤال الرابع، صف كلا من خالد وراشد. السؤال الأخير، استخرج جملة فعلية وجمعا وحدد نوعه وشبه جملة. والآن طلاب الأعزاء، هيا بنا نتناقش في معاني الكلمات الجديدة في هذه القصة. معنى ترافقني، تصاحبنا، تدعها، تتركها. خشاش الأرض، الحشائش والأعشاب. يرويه، يحكيه. حمرة، نوع من العصافير. والآن طلاب الأعزاء، قد وصلنا لسؤال التحدي. اقترح بعض الحلول للتخلص من العادات السيئة التي تسود المجتمع. اقترح بعض الحلول للتخلص من مثل هذه العادات السيئة التي تسود المجتمع من تعذيب الحيوانات. والآن عزيزي الطالب، قد وصلنا للنشاط الأول لهذه الحصة. حدد الفكرة
الرئيسة للفقرة السابقة. ما المشاعر التي انتابت الصديقين عندما شاهدا مقطع تعذيب الكلب؟ كيف تعامل الصديقان مع مشاعرهما تعاملا إيجابيا؟ استخرج من هذه الفقرة كلمة بمعنى تصاحبني، همزة متطرفة أسلوبا إنشائيا، وحدد نوعه جمعا مذكرا سالما. الآن عزيزي الطالب، قيم إجابتك من خلال نموذج الإجابة المرفق للنشاط رقم 1. أما الآن مع النشاط الثاني لهذه الحصة، حدد الفكرة الرئيسية للفقرة بما تفسر، يعني اذكر سبب تعذيب بعض الصبيان الكلب وتصويرهم المقطع ونشره. استخرج من هذه الفقرة دليل يعبر عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الحيوانات. استخرج من الفقرة كلمة بمعنى كل صغير من الحيوان، همزة متطرفة أسلوبا خبريا، جمعا مذكرا سالما. والآن قيم إجابتك من خلال نموذج الإجابة الموجود أمامك الخاص بالنشاط الثاني. أما الآن عزيزي الطالب، فقد وصلنا للنشاط الثالث لهذه الحصة. السؤال الأول، اكتب مجموعة من الصفات التي ترى أن الصديقين يتصفان بهما ودلل عليهما من النص. بما تفسر تعذيب بعض الصبيان للكلب وتصويرهم من المقطع ونشره. استخرج من الفقرة السابقة دليل يعبر عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الحيوان. استخرج من الفقرة كلمة بمعنى كل صغير من الحيوان، همزة متطرفة أسلوبا خبريا، جمعا مذكرا سالما. والآن عزيزي الطالب، قيم نفسك من خلال نموذج الإجابة الموجود أمامك. أما الآن فقد وصلنا للنشاط الختامي لهذه الحصة. هيا الآن يا بطل، قيم نفسك من خلال الضغط على الرابط الموجود أمامك وأجب عن الأسئلة المرفقة به. والآن مع الخاتمة، ما المشاعر التي انتابت الصديقين عندما شاهدا مقطع تعذيب الكلب؟ ماذا تفعل لو كنت مكان الصديقين؟ والآن عزيزي الطالب، افتح موقع عصافير واقرأ القصة التي حددها لك المعلم وأجب عن الأنشطة المخصصة لها.